تحياتي، غندخلوا المدينة الرياضية، الملعب الكبير ديال طنجة هو هذا اللي أمامنا. كنظن كاين شي، لا اليوم الجمعة ممكن والو، غدا يمكن، غدا كاين حسب العلم ديالي الزمالك يمكن غادي يلعبوا هنايا. لا مش كاين، وملعب طنجة هو هذا، غنديروا واحد الدورة شرفية عليه. المساحة اللي حداه دونك كاين شوية الكونتر جور، حنا غادي ندورو دونك الملعب دائما كيبقى على اليمين، وأمامنا عاود ملعب آخر، وهذا اللي مدور دايما كيتخالفوا لي شكون فيهم المسبح شكون ديال التنس، دايما كنقولها وكنغلط فيهم حيت باقي عمري ما دخلت لهم، وكنظن باقيين ما تفتحوش الابواب، راهم كتشوفوها مشدوده ما عرفتش حيت اليوم عطله ولا الملعب. دائما حنا غير في الجوار ديالو واللي هو هذا اللي كيبان على اليمين، وهذا اللي على اليسار هو هذا اللي قلت لكم، وهذو كلهم مساحات بتيت انسيدون. نعاود نصلح المشكل، سي بون. هذا الصوت راه غير ديال التراكتور ديالي اللي قال لي واحد عندك، عندي اون ماشين الموند اللي كيعرف لي فواتور الموند ما كيموتوش. هذا السيكتور الثاني، وهاد لابلاك هادي فيها ان تي بو معلومات، فيها المداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، المركز الطبي الرياضي، ولا سيكتور من 8 ل 9 3 4 اكسيتيرا. المنطقة جوج، المنطقة نورمالمون ماشي هي السيكتور، المنطقة هي لا زون، ما نعرف حسب المعلومات الضعيفة اللي عندي. عندنا المنطقة الصناعية كنقولو زون اندستريال، ما كنقولوش سيكتور. يمكن في الرياضة عندها شي معنى آخر، أترك المجال الناس صحاب اللغة يصحوا هاد المعلومة هادي، وما فيها بس يعني. راه كان شي واحد كان دار واحد لا فيديو كيكريتيكي شي طابلو، واش لو فلو غلطت في الطريق، غلطت في الطريق دونك دومي تور. دونك الملعب الثاني هو هذا اللي امامنا، بهذا
الشكل ديال هاد السواري، والملعب بيان سور دائما كيبقى على اليمين هو هذا، والملعب الاخر هو هذا. اللي امامنا داك لي بلوك ديال الاسمنت والياجور حمر، هادو اللي كتشوفو سي لا مسنانة. نشوفو لا بلاك ديال هذا المسبح، إذا الآخر هو الملعب ديال التنس، عقلوا معايا. باقي لي طرافو انتوما كتشوفو، باقي اون شونتيي. سأكمل الدورة على الملعب. الملعب هو هذا اللي حدانا دائما. هادشي كلشي تبارك الله كيكون عامر سيارات في الوقت اللي كتكون كيكون الفريق اتحاد طنجة ولا شي فريق وطني ولا شي مقابلة اللي احتضنا هذا الملعب هذا. وهذا ربح للساكنة، ربح للمدينة، ربح للشباب ديالنا. فمزيد من الملاعب، وما نكرهوش شي مستشفى يكون ضخم اكثر من هذا. ها الشباب هما تبارك الله اللوين، ياك الدراري الاتحاد اللوين. هو اللوين اللي في السماء بيضو الزرق. المهم الناس باس كبير، وهذاك اللي كتشوفو في الامام تاع داك ملعب، وباقي كيتراسيو هاد المنطقه هادي اللي كتبان لكم، حتى هي غتولي حتى هي عاود ملعب. اذا هادي الجزء من المدينه الرياضيه، هاد لي زيسباس هادو كاملين تابعين لها. اذا باقي غادي يكونوا مشاريع هنا اخرى ان شاء الله، مزيد من الرقي لهاد المدينه. ونتمنوا من عند الله ان تكون نيه الحسنه، واللي في شي منصب وشي مسؤوليه انه يكون راجل، ما يكون شي شماته. راك ما غتعيش ابدا الابدين، راه عندك واحد الوقت ديالك غدوزو. كاين اللي باقي كيذكرهم التاريخ لحد الان، دازت الالاف ولا ربما مئات السنين، داروا عمل استفدت منه البشريه، حنا باقيين كنذكروهم بخير. اديسون صوب الضوء، هو باقي منور العالم كله. كاين اللي جاب رسائل تربويه، كاين اللي جاب رسائل دينية. الرسول صلى الله عليه وسلم 14 القرن والرسالة ديالو لا زالت في انتشار. علاش جاب قيم إنسانية لصالح البشرية، بغض النظر على الجانب الديني، لأن كاين اللي غيتفق معاه كاين اللي ما يتفقش معاه هذاك شغله، ولكن المسائل الإنسانية راه كاملين غنتفقوا عليها. محاربة النهب، محاربة السرقة، محاربة الاحتكار، يعني بقاو حنا نتسناو دائما حتى غدا يوم القيامة. شنو قالو الجبلي؟ قالو دعي لله، قالو ليه تعطل. صحيح ان الحكم الالهي هذاك حسب القناعات ديال كل واحد، وكاين اللي خصو حقو ياخذو هنا.
او لا نعامس من المؤخر. اوكي زيد سيدي زيد 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 علي 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 علي. ايه فوالا جرى تحياتي.